البعض قال لو رفضنا أنه كان من الممكن أن يجرب، فإذا كيف يكون هو آدم الأخير؟ أوكي. الموضوع بسيط جدا، لازم نميز. آدم الأول الأب للجنس البشري خلق كإنسان في حالة البراءة. المسيح له المجد، ولد من المطوبة مريم، وقبل أن يولد جاءت بشارة الملاك جبرائيل إنه القدوس اللي هيولد منك. هناك فرق بين حالة البراءة، عدم معرفة الخير من الشر لكن لا تعني قداس. أما المسيح يسمى مش مجرد قدوس ولا قديس، القدوس، أي المنزه عن أن يجرب من الخطية. ففي فرق بين آدم وبين المسيح. آدم الأول وقع، ما أخدتش وقت عشان يقع، يعني هو الله خلقه واداله كل شيء، ومن أول سهم من عدو الخير هو وحواء وقعوا وجروا جنسنا كله، فصرنا كلنا وارثين للخطية، حالة السقوط. المسيح له المجد، مش كان في حالة براءة، القدوس. وده الفرق الكبير.